كل الماتشات، مش كل الماتشات، 20 3 بالكتير. اللي هم ايه؟ اللي هو الاهلي والمصري، والزمالك وبيراميدز. ايه التاني ماتش اللي عندك؟ وفيوتشر و وفاركو والاتحاد السيراميكا البلديه مع المقاولين. لا خلينا نقول ان البلديه ظهر بشكل كويس، زد ظهر بشكل كويس، لكن انا بتكلم على الماتش ذات نفسه. اوكي يعني فهمني، لكن انا شايف ان البدايه محتاجين وقت لسه شويه نخش في البدايه. لو فضلت كده لا انا اقدر اقول لك ان الدوري هيبقى اعتقد مش هتفضل كده، لان كتير هتبقى زي السنه اللي فاتت كده. بص السنه اللي فاتت كانت 12 فرقه كانوا بينافسوا على الهبوط. يعني انا لان انا تابعت معظم الماتشات مش ما حسيتش انها بدايه قويه غير في ماتشين ثلاثه بالكتير. مش عارف ليه، هرجع اقول لك برضو ان ماتشات الاهلي والزمالك وبيراميدز هي بتبقى احسن ماتشات.